ازيكم؟ النهاردة عايزة اكلمكم عن الفترات اللي بنحس فيها ان احنا overwhelmed، حاسين ان الدنيا مليانة حاجات كتير قوي، فاقدين الثقة بنفسنا، عندنا شك فظيع في قدراتنا. الفترات دي احنا محتاجين ان احنا نطلع منها باسرع وقت ممكن وباقل خسائر ممكنة. عشان كده النهاردة هقول لكم على انا بعمل ايه لما بحس ان انا داخلة في يعني هو سحيقة كده من الاحاسيس المضطربة، واهم حاجة الثقة بالنفس مهزوزة شوية. في عاملين اساسيين لما بنحس ان احنا فاقدين للثقة بنفسنا. العامل الاولاني هي افكارنا الداخلية، السلف داوت، ان احنا بيبقى عندنا شك في نفسنا ومعلوماتنا وقدراتنا وطاقتنا على ان احنا نكمل المشوار. العامل الثاني هو ردود الفعل السلبية اللي بتجيلنا من الاخرين، يعني مثلا نقد غير بناء. ما بقولش ان احنا نستهتر بهذا النقد، يمكن فيه فعلا sincerity وان احنا نحسن من نفسنا، لكن في بعض الاشخاص بيقولوا لنا، بيكون ردود فعلهم سلبية وبيقولوا لنا حاجات سلبية لمجرد بس انهم يهزوا ثقتنا. اول حاجة بعملها لما بحس ان انا داخلة في هذه الهوة السحيقة ان انا بغير الفيزيكال appearance بتاعي. بمعنى ايه؟ لما نبص لنفسنا في المراية الصبح ونقول ايه ده انا بشرتي تعبانة جدا، ده انا شكلي مرهق جدا، ايه الهالات السوداء اللي تحت عينيا دي، ايه التعب اللي ظاهر على وشي ده، هنا ساعتها لازم نقف ونحاول نشوف ازاي نحسن من مظهرنا الخارجي. تحسين مظهرنا الخارجي هينعكس كتير جدا على تحسين حالتنا النفسية. اول حاجة بحب اعملها ان انا بحاول اهتم شوية ببشرتي، خصوصا الستات اللي زي اللي بشرتهم حساسة واللي دايما تقلبات الجو والمشاكل اللي في الانفايرمنت حوالينا بتظهر على وشهم. نعمل شوية ماسكات، حاجات من البيت، حاجات موجودة. في ستات مثلا تروح تغير قصة شعرها او تصبغ شعرها بلون حلو ومناسب، اهم حاجة. لكن في حاجات ابعد من كده كمان واعمق من كده كمان. اقول لكم موقف حصل لي، ان انا كنت في ميتنج وفي لحظة من اللحظات حسيت ان انا ثقتي في نفسي مهزوزة شوية، وان انا مش قادرة اتكلم مع الناس اللي انا بتكلم معاهم، مع ان انا كنت مستعدة جدا للميتنج. ساعتها قعدت فكرت، لقيتني قاعدة يعني شكلي مهيضة الجناح، شكلي ضعيفة كده وانا قاعدة على الكرسي. ففردت ظهري وتخيلت كده كأني في خيط شددني وابتديت اشد عضلاتي بحيث ان انا احس بالقوة بتاعة جسمي. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اذا غضبت تعمل ايه، قال ايه؟ ادانا نصيحة ان احنا نغير موضعنا، لو احنا نايمين نتكئ، لو احنا متكئين نقوم نقف. تغيير الوضع، وضع الجسد، بيغير الفيلينجز، الاحاسيس اللي احنا حاسينها من جوه، وبالتالي بيغير الاتيتيود بتاعنا تجاه الحياة. الحاجة التانية ان الحركة بتدينا نشاط وقوة، لان الواحد وهو في الفترات دي بيبقى حاسس بالكسل والخمول، وكل ما يحس بالكسل اكتر كل ما يكتئب ويتضايق اكتر، وكل ما يكتئب ويتضايق اكتر كل ما يحس بالخمول اكتر، وتبقى vicious circle قاعدين عمالين ندور فيها ومش عارفين نطلع منها ازاي. دايما افتكروا المثل اللي بيقول الحركة بركة، قومي اتحركي اخرجي امشي لغاية اخر الشارع وارجعي تاني حتى بدون سبب. الحركة بتجري الدورة الدموية وبتنشط الدورة الدموية والقلب، والواحد يحس كده ان هو مش قاعد خملان همدان في مكان. الخطوة التانية نركز على الايجابيات. طب في حياتنا في بالانس ما بين حاجات مش كويسة وحاجات مش راضيين عنها، لكن في برضو حاجات كويسة في حياتنا. مهم جدا ان احنا نفكر في ايه الكويس في حياتنا، وهو ده اللي نركز عليه ولو مؤقتا لغاية ما نستعيد ثقتنا بنفسنا تاني، فنقدر نتعامل مع الحاجات التانية السلبية والحاجات اللي احنا مش راضيين عنها ونحاول نغيرها. في اكسرسايز بيعملوه حلو جدا، ياريت تاخده من وقتكم دقيقتين بس وتكتبوه.
ورقة وقلم وتكتب كل الحاجات الحلوة اللي في حياتك اللي انت ممتن ليها. ابسط حاجة، من كام يوم شفت فيديو لواحد عنده عمى الوان ما بيشوفش الالوان، وزوجته واولاده جابوا له نظارة مخصوص عشان تساعده ان هو يشوف الالوان. الراجل كبير ما يقلش عن 50 سنة او يمكن اكتر كمان، وانهار في البكاء. انا طبعا قعدت بكيت على الفيديو ده، لكن خلاني افكر ياه دي نعمة واحدة بس احنا يعني مش واخدين بالنا منها. بص على كل النعم اللي في حياتك، بص على نقاط القوة في حياتك، بصي على الحاجات الكويسة في حياتك واكتبيها، اكتبيها في الورق والقلم. لما اعملي كده كأنه تحدي، انا النهاردة لازم اكتب 20 نقطة في حياتي انا ممتنة. الخطوة الثالثة ودي مهمة جدا، نسلو داون. وتيرة الحياة سريعة جدا جدا، من اول ما بنصحى من النوم في مليون حاجة وحاجة عايزين نعملها، عايزين نحضر الفطار، عايزين ناخد الولاد للمدرسة، عايزين نشتري الحاجات دي، عايزين ننظف الحاجة دي، عايزين نعمل حاجة في الشغل، عايزين نكلم فلان، ولما نروح الشغل في مليون حاجة، عملاء محتاجين نتعامل معاهم، تاسكس محتاجين نعملها. ديب بريث، ناخد نفس عميق ونفكر النهاردة لو في 3 حاجات بس عايز اعملهم ايه هم، وهم دول اللي نركز عليهم. ما بقولش ان احنا نهمل الحاجات التانية، ولكن ناخد مؤقتا اجازة نريح مخنا من كتر الحاجات اللي فوق دماغنا اللي احنا محتاجين نعملها. نسلو داون ولو ليوم واحد، وبعدين نشوف هنتصرف ازاي. الخطوة الرابعة ودي خطوة مهمة جدا، ان احنا نشوف مين هم مصاصي الطاقة اللي في حياتنا. والموضوع ده انا يمكن اتكلمت فيه في اكتر من بلاتفورم، لانه مهم جدا في حياة البني ادم. مننا ممكن يكونوا اصحاب، ممكن يكونوا قرايب، دول عاملين زي مصاص الدماء، كل همهم انهم يمصوا الطاقة من حياتنا. بيبقى كأن عندهم بلينكرز كده، زي البلينكرز بتوع الحصان اللي ما يخلوهوش يشوف غير هو بس، طريقه بس، مش مهم الناس. اديكم مثال، لو انت قعدتي مثلا مع صديقة وفجأة ابتدت تشتكي لك، وكل ما تيجي تقولي حاجة عن نفسك او تفضفضي شوية تاخد الحوار وتخليه على نفسها، دي ممكن تكون مصاص للطاقة. لو في حالة ان هي بتعمل الكلام ده مرة او اتنين لانها محتاجة فعلا لصديقة زيك جنبها، It's okay. لكن لما تلاقي ان ده هو دي النغمة بتاعت كل مرة تتقابله، كل مرة تتكلم عن همومها ومشاكلها، وتبقى مش قادرة انها تسمع منك اي حاجة، دي مصاص طاقة. مثال اخر، لو حد في حياتنا دايما يطلب خدمات، دايما يطلب طلبات، دايما عايزنا نساعده، لكن ما عندوش استعداد ان احنا لو احتاجنا للمساعدة ان هو يقف جنبنا، ده برضو من مصاص الطاقة. هو الناس اللي لما تقابليها وتقعدي معاها تحسي ان انت منهكة نفسيا، ان النقاش مش بلازنت والقعدة مش لطيفة. لما تبقى القعدة مش لطيفة خلاص، لان ده بياخد من وقتك وجهدك وتفكيرك وطاقتك. كل الناس دي فكري كده وغربلي اصحابك، شوفي مين اللي فعلا تستاهل وتستحق وتكون جديرة بانها تكون موجودة في حياتك، هي دي اللي تستحق انها تبقى صديقتك. لكن الناس التانية ما يتبكيش عليها. النقطة الخامسة ويمكن نقطة مهمة جدا، ان احنا في كتير من الاحيان بننسى نفسنا، فلازم نستقطع وقت لنفسنا. وده مش انانية، هقول لكم على سبيل المثال، لما بنبقى في الطيارة ايه النصيحة اللي بيقولوها لنا لو الضغط قل في الطيارة، في كابينة الطيارة، ونزلوا لنا ماسكات الاكسجين؟ اهم نصيحة بيقولوها لنا ان لازم تلبس انت الماسك بتاع الاكسجين قبل ما تحاول تساعد. عادة الصورة او الفيديو اللي بيبقى جاي مع النصيحة دي ام وطفلها. فتخيلي كده ان اهم حاجة ان انت تاخدي الاكسجين اللازم عشان تقدري تساعدي ابنك، ضناكي حبيبك، ان هو يحط الماسك بتاع الاكسجين. لو الواحد
ابتدى يهتم بالآخرين ومهتمش بنفسه الأول، أولا طاقته بتنهار، صحته بتنهار، قدرته على التركيز بتنهار، قدرته على العطاء بتقل. فمهم جدا ان احنا نستقطع الوقت ده، وده مش أنانية، نستقطع الوقت اللي نعمل فيه حاجة بتريحنا، حاجة بتسعدنا، حاجة مفيدة لصحتنا، حاجة مفيدة لسلامتنا العقلية والنفسية. وارجع أكد تاني، ده مش أنانية، انت هتكوني زوجة كويسة، هتكوني أم رائعة، هتكوني صاحبة جدعة. الخطوة الأخيرة عشان نستعيد ثقتنا بنفسنا ونريكليم اور لايف اجان، هي ان احنا نتعلم نقول لا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو حد طلب مننا حاجة ومش في استطاعتنا ان احنا نعملها، نعتذر بلطف ونقول معلش كان نفسي ان انا اقدر اساعدك بس مش قادر اساعدك دلوقتي. وممكن يكون حاجات بسيطة جدا، ابننا مثلا خلاص كبر وبقى كبير يقدر يعتمد على نفسه، ماما تعالي كويلي القميص ده، لا انا اسفة حبيبي مش قادرة دلوقتي ان انا اكويه لك، عندك المكوى وعندك ترابيزة المكوى اقعد اكوي، ودي درجة الحرارة بتاعت القميص ده وحاول يلا. لو في مثلا حد زميل في الشغل عايز خدمة وانا ما عنديش وقت ان انا اعملها، انا عندي شغلي انا ومهتمة بيه، معلش انا اسفة يمكن في وقت تاني اقدر اساعدك، او ما جربتش تكلم فلان الفلاني هو يقدر يساعدك اكتر مني. اهم حاجة جدولي انا. في مرة واحد كان بيقول انا مش هغير مسار حياتي لاي حد تاني، وتاني بكررها دي مش انانية. انا لو ابتديت اشغل وقتي وجهدي بمتطلبات الاخرين، هلاقي وقت منين وجهد منين اعمل الحاجات الاساسية اللي في حياتي. هما دول الست خطوات اللي انا بعملهم لما بتعرض لأي فترة من الفترات للاحساس بان انا ثقتي في نفسي مهزوزة شوية. بحاول اشوف جسمي ومتطلباته واحتياجاته وطاقتي شكلها. النقطة التانية ان انا بحاول اركز على الايجابيات في حياتي وافتكر كل الحاجات الكويسة واركز عليها ولو لفترة مؤقتة لغاية ما استعيد القوة تاني ان انا اقدر اتعامل مع الحاجات التانية. الخطوة التانية ان انا ببطأ وتيرة حياتي شوية و بهتم بس بالاساسيات المهمه جدا والملحه، هي دي اللي بركز عليها. رابع خطوه هي ان انا بقطع كل الناس اللي بتمص طاقتي من حياتي، سواء اصدقاء سواء ناس معارف، بحاول ان انا اركز على الناس الكويسه اللي بتخليني حاسه كويس في حياتي. النقطه الخامسه ان الواحد يستقطع وقت ويهتم بنفسه، يعمل حاجة تخليه يحس انه كويس، يركز على اهتماماته هو. وقلت تاني بكررها، دي مش أنانية. لما يبقى عندك الطاقة هتقدري تبقي زوجة احسن وام احسن وصديقة احسن وموظفة احسن. الخطوة الأخيرة هي اننا نقول لأ، لأ لأي متطلبات خارج المتطلبات الأساسية اللي احنا مفروض نعملها، لا لو الوقت ما يسمحش، لا لو الجهد ما يسمحش، لا لو انا مش عايزه اعمل كده. اكتبوا لي في التعليقات تحت ايه النقطه اللي اثرت فيكم قوي، وهل في حاجه تانية كان ممكن اضيفها، وخلينا نتعلم من بعض. وما تنسوش تشتركوا في قناتي عشان كل مره اعمل فيديو جديد تكونوا على درايه بيه.